عارف ان احنا سهرناك وانا عارف. طيب كابتن اخيرا اتفضل يعني يا كابتن استاذ شريف اتفضل. اكرامي كبر بقى عنده 36 سنه، هيقول له ايه؟ كابتن اسلام بيقول لك شريف اكرامي كبر بقى عنده 36 سنه، هتقول له ايه؟ لا طبعا شريف يعني قبل ما هو يبقى كابتني في النادي الاهلي اخويا وحبيبي، فبقول له كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك، والسنه الجايه اشوفك في احسن حال كده وربنا يكرمك ان شاء الله الفتره اللي جايه. بشكرك يا كابتن رمضان، شكرا جزيلا، سهرناك ومعلش يعني اخذناك من الفريق، لكن ان شاء الله بقى عندك مباراه بكره تستعد بيها على خير، ان شاء الله نبارك لك بكره ونبارك لك بعد الفوز بالدوري ان شاء الله كابتن رمضان. حبيبي عمر انا بشكرك، وبصراحه يعني حاجه اخيره انا حابب اشكر كل الناس اللي هنا سواء انت بشكرك يا حبيبي. ويحيى كريم دكروري، الناس كلها عامله شغل هنا 10 على 10 مغطينا المعسكر كله، بشكرك يا حبيبي. التيم اللي معانا كله عامل شغل، فربنا يكرمنا والقناه بتاعت قناه النادي الاهلي طبعا تبقى احسن ربنا احسن ان شاء الله. يخليك ربنا يخليك شكرا يا عمر. اشكرك يا حبيبي. طبعا كابتن اسلام خلصنا مع رمضان صبحي، لكن ده